في مجال النقل الحضري وبعد معاناة ساكنة مدينة تيزنيت دامت لسنوات مع مشاكل النقل منح التدبير المفوض لإحدى الشركات العاملة في الميدان. لحبيب العسري، العبد النيلي، ومبارك زماني. ارتياح كبير أبدته ساكنة مدينة تيزنيت والجماعات القروية المحيطة بها بمجرد دخول حافلات جديدة لاستغلال خطوط النقل العمومي، وذلك بعد سنوات من المعاناة مع مسألة التنقل من وإلى تيزنيت. مزيان كاين الطوبيسات ونقصوا علينا الطريق شي شوية، وراه ماشي غير أكلو كتمشي للمناطق، وكنتمنى باش يخرجوا ديال سيدي يفني باش حيت مال البلاد. كنا تمشيو ملي ما كان الطوبيس بخرفصين 100% 50% بهاك ولا 95%، دابا بخير. هذا الاستثمار كلف الشركة الفائزة بالتدبير المفوض للنقل الحضري والقروي بالإقليم 5 ملايير سنتيم، ونسبة تغطية الخطوط بلغت حاليا 80%. الشركة شرعت في استغلال ديال خطوط الشبكة، الشبكة كتضم 16 خط منهم 4 ديال الخطوط الداخلية اللي كتهم المدار الحضري ديال مدينة تيزنيت، وخطوط 3 ديال الخطوط كيهموا الدائرة ديال تفروت، وباقي الخطوط كتهم الربط بين مدينة تيزنيت وبين الجماعات التابعة للإقليم ديال تيزنيت. هذه الحافلات الجديدة هي ثمرة اتفاقية بين المجلس الإقليمي لتيزنيت والشركة المكلفة بتأمين خدمة التنقل بمختلف الخطوط المتواجدة بالإقليم، وذلك على مدى 10 سنوات قابلة للتجديد مدة 5 سنوات إضافية، زيادة على فرص العمل الجديدة التي توفرها هذه العملية. احنا مجلس إقليمي، إذا تكلفنا بإنجاز دراسة بغلاف مالي تقريبا شي 337 ألف درهم، إنجازات الدراسة من طرف مكتب ديال الدراسات. على هذه الدراسة بنيت دفتر التحملات وتبنت الاتفاقية. عروض عمل اللي كيشملوا تشغيل 60 سائق حافلة نقل حضاري لكي توفروا على رخصة السياق هذه، وكذلك بنات مكلفات باستخلاص الفواتير دي غوسوفيز، وهما كاين العدد ديالهم 60، مع تشغيل 10 مراقبين. الأسطول في سنته الأولى انطلق ب34 حافلة من الحجم الكبير والصغير، مراعاة لطبيعة الخطوط، على أن يزداد العدد السنة المقبلة إلى 40 حافلة للنقل العمومي، تماشيا مع انتظارات واحتياجات الساكنة من هذه الخدمة الحيوية.